ايه اللي انت هببته ده يا جلال؟ انا هبب ايه؟ هفضح نفسي يعني؟ انا مش بتكلم عن الصور يا بيه، احنا بنسهر والدنيا كلها عارفه ان احنا بنسهر، انا بتكلم عن ثاني. بقى تمد ايدك عليها؟ مش الصور دي طالعه من عندها؟ مش هو ده باريس؟ ده باريس اه، انما انا بتكلم عن مراتي. مراتك؟ اه قلت لي. وده موضوع للنشر يا ترى ولا ايه؟ انت بتهددني كمان يا سيدي. انا مش بهددك ولا حاجه، بطل تعمل فيها حمش في موضوع سالي، لا راكب عليك ولا عليها، وبعدين دي حته رقاصه وانت عارف كده كويس. ده اكيد اتجننت، ده انا امحيك من على الوجود. انت حته شحات يا باشا، فلوسك انت والجورنال بتاعك ده من ورايا. مين اللي مسلطك علينا؟ عليكم؟ عليكم مين يا باشا؟ فاكر نفسك بقيت واحد منهم؟ اهدى كده عشان نعرف نتفاهم. انا صاحبك، والنهارده تكتشف ان انا صاحبك الوحيد. انت حته السلمه، هيحرقوك بعد ما يعرفوا ان دورك انتهى. برافو برافو يا جلال بيه، هي دي حجتك يا باشا؟ هي دي حجتك؟ بتلعبني بالقلق اللي جوايا؟ جلال يا مرسي، انت والصوت الحر بتاعك ده حدبته في الشارع. واياك اياك يا جلال اشوفك في باريس تاني، او تفكر حتى تكلم ثاني. فاهم؟ شك شكرين قوي يا حاج. حلو؟ اه طبعا. انت تبين عليكي تشتريه دايما من هنا. والراجل ده باين عليكي متعود عليه. اه اصله دايما قاعد هنا، ما حدش بيشوفه، ما حدش بيحس بيه. دايما لما بشوفه بفتكر ابويا، بقول لو كان شغال هنا كنت هشوفه وانا معديه. انت قلبك طيب كتير والله. سلام يا حاج. السلام عليكم. فريده، انت ليه سبتي حسام؟ مش انت كنت بتحبيه؟ ما حدش قال لك عيب تسال بنت عن قصه قديمه وباظت؟ بس انا ما اعرفش واحده غيرك اساسا عشان اسالها اي حاجه. انا سبته حسام عشان كان ضعيف، مش ضعيف في جسمه يعني، ضعيف في ايمانه بنفسه. فاهم قصدي؟ فاهم. حسام كان عنده احلام حلوه قوي، كان بيلعب مزيكا وبيغني وبيلحن، بس اول سد كان بيقابله كان بيقعد جنبه ويعيط، وانا مش قادره طبطب اكتر من كده. فاهم؟ فاهم. بس انت صح، بيتك اميره ووافقه تطبطب. انا ما قلتش ان انا صح وهو اللي غلط، انا بس قلت انه مفيش نصيب، كل واحد له نصيب. وانت شايفه نصيبك عامل ازاي؟ مش عارفه يعني، حد شبهي زيي، مش حاسه بفرق، مش حاسه بغربه معاه. انت عشتي طول عمرك بصف ووش القصر وهو بصصك، فاكر انك منه وهو مني، بس بينكو شارع. الشارع ده هو الحقيقة. زمان كان الحاج يقول لي في العيد انت هتعمل ايه بالعيدية يا ضياء؟ اقول له هشتري بلبس وبلالين وبوم ولعب كتير. قولي انت في جيبك كام؟ ابص في جيبي واعد الفلوس الاقيها يا دوب تجيب حاجه واحده بس. بس الحاج كان يقول لي يا ضياء احلم لبكره زي ما انت عاوز، بس اللي في جيبك احلم بيه على قدك دلوقتي عشان يوصلك لحلم بكره. الحاج كان عنده حق. السلام عليكم. وقفت بره. سلام. فوزيه ده خطيبها محمود. ده ضياء،
ضياء اللي عمل البراويز اللي عجبتك بتاعت الماتش. لا بجد؟ اهلا وسهلا. اهلا، ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله، ما شاء الله، واضح انكم واخدين من بعض الذوق والاخلاق والابتسامه كمان. السلام عليكم يا اخ ضياء. انا محمود خطيب فوزيه. السلام عليكم. شو بقى فوزيه؟ يلا نكمل كلامنا جوه. مش معقول نقف في الشارع كده. انا مبسوطه جدا اني قابلتك، انا بجد سعيده اني قابلتك. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش اصله انا فاهم، انا ما كانش قصدي اني احرجه ولا احرجها. ما تبقاش حساس كده بقى يا ضياء، انت عملت ايه؟ ما انت كنت لطيف جدا.